السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم هاد سبراي ديال الجسم من فيكتوريا. هو فلاور تروبيكال، يعني الورد مخلط. لي زانغغيديون: الكحول، دي نات، بارفان، فراغرونس، اكوا، ووتر. صافي هادشي لي فيه كنظن. مود ان ار اي بي ار اس كنظن الدول هما الشينوا، كنظن الشينوا. زوين هذا لوكور الجسم، انا ما استعملتوش بزاف ولكن بغيت نبارطاجي هاد الريحه بالضبط ديال فلاور. صراحه ريحتها فنه 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 بزاف، كترشيها على الجسم مباشرة. شكرا. صافي شكرا. كترشها على الجسم مباشرة. انا نرشها على ولدي. كتخلي كتها ورشيتها هنا، كتخلي ريحة زوينة، كتخلي صراحة ريحة زوينة، ريحة الدوش، ريحة النقع، ريحة زوينة. انا هادو هما الروايح اللي كيعجبوني، هادو هما الروايح اللي كيعجبوني. ديما تكون الريحة بحال ريحة شامبوان، ريحة ديال الصابون، ريحة ديال النظافة. هادو هما الروايح اللي كيعجبوني، مكيعجبونيش روايح يكونو غامقين. مهم هاد فيكتوريا فلاور كنصحكم هاد بالضبط هاد السيري فيهم، لانني انا يعني شميت الاخرين معجبوني، جاوني مجهدين. هادي جاتني بحال ريحة النظافة، ريحة بحال جيل دوش، بحال شامبوان، بحال هكذا، بحال راه دوشتي وخليتي يعني الريحة ديال النظافة في جسمك. زوين بزاف. واش كيحرق؟ صراحة الا كنتي حكيتي في الحمام مغربي ورشيتي على جسمك مباشرة، بصح كيحرقك لانه فيه الكحول، ماشي ما فيهش. انا جربته، راني رشيت هكذا، رشيته ودرت العافية وشعلات. يعني انا نتحملي في الاول راه ما فيهش الكحول، انه هو خاص بالجسم ولكن راه فيه يعني كيحرق شوية. المهم الريحة صراحة ديالو انا دابا كنشمها ريحة رائعة رائعة جدا، ريحة النظافة، ريحة زوينة. شكرا شكرا. يعني هذا كديريه مع الساك في التدواج، مع الساك ملي كدوشي، باش الريحة كتكون قوية ديال انك راه بصح دوشتي وريحة النظافة. برافو. المهم شكرا على المتابعة، ونتمنى نكون قد شفتكم. الثمن ما قلتوش لكم، الثمن خديتو ب نقل 30 درهم. خديتو ب 30 درهم، هذه خديتها ب 30 درهم. صراحة زوينة فنة، ما ندمتش عليها، عجبتني بزاف. كنصحكم انكم حتى نتوما تاخذوها، وبالضبط هذه لان غادي تعجبكم، غتعجبكم بزاف. ماشي بحال الاخرين، الاخرين الريحه ديالهم شويه مجهده، انا بعدا ما عجبتنيش. هذه انا عجبتني بزاف، واخا ما كيعجبنيش ريحه الورد، ولكن هذه الريحه غزاله وفنه. وشكرا على المتابعه.